تليفونك من فوق. ها الو، اذا متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر في هذا الجو الممطر بالضبط من اقليم اسفي ومن جماعه سبت كزوله دوار الطبه. كنقول لكم اجوا تشوفوا اشنو واقع هنا في اقليم اسفي. اذا هي الالطاف الالهيه كانت وحيده باش انها تعتق روح طفل في عمر ديالو قل من 10 سنوات كان غيموت بسبب انهيار ديال هاد السور في هاد الدوار ديال الطبه في جماعه سبت كزوله. اذا حاله ديال العلاء، حاله ديال الخوف عند السكان ديال هاد الدوار والجيران كاملين، ان كل شيء واقف، كل شيء مخلوع، كل شيء خايف لا يكون انهيارات اخرى تقدر تعرفها هاد الجماعه في هاد الليل. اذا الصبيب ولا الامطار كانت جد قويه، شيء اللي خلى ان السور ما يصبرش ساعات قليله وساعات معدوده قبل ما ينهار. انا هذا كامل طاح الشرفه. شكون عايش فيكم هنا في الدار يا اخوان؟ شكون عايش هنايا؟ السلام عليكم. خويا عافاك الا ما هرس داك الضو، هرس داك الضو. السلام عليكم. السلام. شنو واقع اخويا؟ اجنا شنو واقع اخويا؟ شنو واقع لكم هنا؟ خويا كنا جالسين في البيت، دري ولدي الصغير مشى للكوزينه تم جاي، ملي تم جاي جاي للبيت عندنا تطاح الحيط، دري طاح يعني في متوعد في يديه، الام ديالو طاحت، البنت ديالي الكبيره تاهي طاحت، انا وهاد الجار اللي معايا هو تا هو مسكين تا هو راب لي الحيط نص دابا نيت بجوجنا. بجوج راه عندكم في دقه واحده. في دقه واحده طاح لي لا هو لا انا، وحفظ لي الله ولدي كان غادي يموت لي. منين كان خارج الوليد؟ خارج من الكوزينه سيدي مشى يشرب، بغى الماء مشى يشرب، تم جاي تطاح هذاك الحيط حفظ لي الله وطاح لي على وجهه. هذا الشيء كامل هذا طايح. شكون ساكن في الدار هذه؟ هذا الشيء الدار هذه خاويه، ما فيها حتى شي واحد، ما فيها حتى شي ساكن. هذيك مولاتها مشات خلاتها هي عايشه بخير وعلى خير، عايشه بخير وعلى خير، دار هي. خلاتها لنا. هذا الشيء على سبه. كل مره كنضربوا لي بحال السيده ديما هي وراجل ديما كيضربوا لي، فهمت؟ مره كنبقوا كيداو فيه عيون يداو فيه راه الغلب الله كما كتشوف دابا طاح بوحدو. السلام عليكم لالا، انت هي موت الوليد اللي كان يتوفى دابا في الليل. اشنو وقع لالا؟ شنو وقع؟ وليد دخل هي ديك البلاصه اللي كنشقى فيها، دخلت تما عيطت عليه في الوسط اللي غيجي عندي مسكين، وصل هنا في هذه البلاصه هنا الحيط طاح، الدري طاح هكا كيسحب لي الحيط، مابقاش عارف واش غنعتق راسي نعتق ولدي، مابقاش عارف شنو غندير. يعني واحد الخلعه واحد ما تسعود، وانا ما كان مصبوح انا ما نقولش لك الخلعه كيفاش. تواصل معكم هنا، جاو السلطات، جا شكون شكون جا؟ جا سعاد الباشا، جا شاف هذا الشيء، شافوا هذا الشيء جاوبونا. ولكن حنا من عندنا في الاول ما جاوش حتى واحد، ما كيجاوبنا حتى جينا دابا لقينا حتى ما كيفاش داك الشيء داز، حتى شافوا داك الشيء في فيسبوك بارطاجا اللي تم جايين قال لك ماكم عيطوا لي انتم يلا تحطوا يلا طاح لكم هذا الشيء براسو جا مخلوع. ماش طاح هذا الشيء؟ ماش وقع هذا الشيء؟ تسعود وربع مجاوز جاو عيطت لي السيده خالتي قالت لي اجي راس حد السور طاح الساعه قد فين ساك انت؟ انا هنا حداهم. انت تحداهم؟ انتم الدار عندكم ما وقع لا والو؟ هي هذه. اذا هنا كاين في عين المكان كاينين رجال السلطه، كاين رجال الدرك الملكي اللي كيقوموا بتامين هنا ديال المنطقه هنا. انا مهدد الخاطر البيت اللي كنعس فيه، راه مهدد الريبان، ولكن ما عنديش انا فين نمشي على قد الحال، ما عندناش باش نمشي نمشي شي بلاصه اخرى. ما عنديش فين نمشي. الدري كان هنا، الدري كان هنا، شو الحجره شو الحجره هنا الدري كان كيدو مع السيده خالتي هاي هنا. دخل ها البيت هنا شي على حجر الصوت نطاح ها البيت. يعني الدري وصل ايه وصل العتبه ديال كان الفارق ديال الموت، كان ثلاثة ثواني هو الفارق ديال الموت ديال السيد. المهم حفظ الله ديك الخلعه ديال ولدي باقا فيا دابا. شنو قالوا لكم؟ شنو قالوا لكم رجال السلطه؟ جا عندكم شي حاجه؟ عندنا الباشا. شنو قال لكم؟ قال لنا خذ لكم الله الوليد وراه ان شاء الله غادي نتعاونوا معاكم وغادي نوفوا في هذا الشيء. هذا الشيء اللي قال لكم غادي نلقى لكم شي حل هنا باش قال لنا ندير لكم شي حل ان شاء الله، جايه هنا الغدا ندير لكم الحل ان شاء الله ما يكون الخير. كنتمنى صافي سعاد الباشا وراه شاف كل شيء سعاد الباشا هنايا، وهاد الجار تا هو مسكين تا هو نفس طيحه طاح عندي في محالي وفضل السيد. نقدروا نشوفوا هنا الحيوط ديالكم انتما كيداير؟ شوفوا نوريك حيوط ونوريك روبير ماهر كونيكسيون. واحد الشقه واقفه عليا هنا، غادي نوريك اخويا هنايا دي موري من ورا من ورا الدار شنو كاين. كاين الشق راه فينا هو، راه حنا راه مهدين الخلعه ديال ولدي باقات لي كنغير. تعال شوف نوريك
اجي وريك هنا هنا. خويا الفينا نعم كنصوروا به هنا نصور به اختي. هذه الدار اللي حداكم هذه تاي مسكون مسكن فيها واحد تاي ديما ساكن فيها تحت المهم هذا ما ساكن تحت لا ما ساكن تا واحد اخويا حتى البيت شوف اخويا حتى البيت هذا قاسي خرج لي شي طراقه شي ريه بين هادشي كامل اجي شوف حتى البيت كبير هذا هو لسه بارك اجي حيد اخويا من تماك اجي الله يرضى عليك حيد اخويا اجي هبطنا هاد اليمن على برا اجي اخويا الله يحفظ اخويا طولي واقع شي حاجه اجي ولا تعب الموت عادي الصراحه ولا عايشين بحال اخويا يهضر معك فينا بلاصه وبالنسبه للكوزينه نشوفوا الكوزينه كي دايره ها 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 انت راك قدام كوزينه هنا يدير شي طاحيه انا ماشي انا ماشي انا ماشي اذا هو فعلا واقع جد مر وجد صعب اللي كتعيشوا هاد السكينه كاينين تحديات كاينين مشاكل كاينين هاد الشتاء زعما للاسف بينات لنا بعض المدن وبينات المدى المعاناة ديال بعض المدن ربما الالطاف والقله ديال التساقطات خلاو مدينه اسوي تكون نوعا ما استثنائيه ولكن هنا ما كاينش استثناء عندنا كاين لولا ان الالطاف الالهيه لو ما كانتش دخلات في الدقيقه 90 كنا غنشوفوا وفاه هنا وكان غيكون هنا مأتم وكان غيكون عزاء هنا في هذه المنطقه هذه ديال اقليم اسوي اذا على حساب المعطيات اللي كاينه واللي متوفره حاليا الدار هذه أيلة للسقوط هي مفرغة ولكن كاين خطر اللي كتابة هنا الجيران والناس اللي ساكنين هنا في هذه المنطقة هذه إذا فعلا 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 الوضع جد صعب جد صعب وجد خطير كنتمنوا من أن السلطة المحلية تكفل بهذه الأسرة هذه وتلقى شي حل هي رومار مهيا كاين الإفراغ هنا كاين المنازل أيلة للسقوط هي مفرغة ولكن راه كاين خطر كاينين أسر كاينين أطفال كاين الناس اللي كيعانيو غيبقاو يعانيو خصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء كنوجهوا نداء للساده المنتخبين والساده المسؤولين على هذا الوضع هذا والتفعيل ديال البرامج فينا هما هاد الناس جا عندكم شي واحد من هاد المنتخبين شافكم شي حد ما كاين حتى واحد ما كاينش حتى واحد كيف اخويا دابا هادشي كتشوف انت بحال كاين غير السلطه والجدرميه هما اللي كيجيو هادشي غير 50% ديال المعاناه خاصك تشوف من وراء هادشي تشوف من وراء هادشي كاين شي حد ساكن هنا فوق كاين الناس هنا اخويا دخلتي هنا راه مصايبك على الناس نعم اخويا نعم نقدم عندنا هنا والبيع هما اللي جابوا هادشي اللي كاين هنا نقدم دابا هو اللي كيدير وجا دار 100 وجا دار 100 السلطه نقدم هو اللي جا والبيع وري الباب شوري الباب اللي كان كدوز وري الباب شكون هذا كان هذا باب كان هذا باب شوف الزاريه قداش واجا خويا هبط اخويا لا تولي طايحه بك اجا خويا هبط الله يرضي عليك اجا خويا اجا طويق اجا خويا راه الارض يلاه ريبه تماك اجا خويا هبط اجا نعت لينا من تحت اجا خويا لا غير اجا هبط انت لا هبط هم بينا نصورو نغامرو كاملين غير اجا هبط اخويا قلتلنا فعلا المنطقة جد خطيرة والصور تاع هنا انه يقدر يطيح في اي لحظة ان الوضعية جد صعبة بطبيعة الحال اذا المشكل هو غيطرح لنا ديال الانتخابات وحنا على فترة
قريبه ديال الانتخابات وغتكون مزايدات وغتكون شحال من حاجه. انا كنتمنوا غير ان هذه الاسره هذه وهذا النوع ديال الاسر انه يتلقى لهم الحل بعيدا على كل مزايده، حيت هذه المآسي ديال الناس وهذه الطبيعه اللي كتكلم. اذا خاصة تكون المسؤوليه يتحملها الجميع، وخاص اللي عنده شي خدمه خاصو يديرها. الحمد لله ان هاد الدار خاويه بعدا ما فيها حتى حد في هاد نصاصات الليل، اما راه قدر الله الله يحفظ وكانت وقعت كارثه هنايا، كانت غتكون كارثه عظمى ان هاد الارض هاد. وكنت هاد الناس هادو صعيب انهم يبقاو هنايا في ظل هاد الوضع وهاد الرقعه اللي هما مريعين بها.